من الزيرو. ما عرفش الدراري الرقم تاع الحلقه اللي وصلنا ليه، ولكن طولنا الدراري في السلسله غالبا فهمت. الا ما خفت نكذب هادي اطول من الزيرو درناه في كاع الاجزاء نتاع فيفا. ديما تنوقفوا فهمت في ديك الحلقه السبعه الخمسه. هاد المره الدراري باقي مكملين فيها ما عرفتش علاش. اول حاجه الدراري قبل ما نبداو غتسمحوا لي بزاف، حيت الصراحه وليت نطلع لكم هاد الايامات والسبب رجع بزاف د الحوايج. اول حاجه اللي هي القرايه، زائد انه وقت ما تنقول فهمتي غادي نرجع لفيديوهات بمره، ما كاين فيديو كل نهار، فيديو كل يومين، حتى كيجي شي مشكل تيطلع ليا حتى هو. ثم علينا الدراري، اليوم عندنا حلقة جديدة في من الزيرو اللي غادي نحلو فيها الريوردز نتاع التيفيجن 4، ومن هنا نكتشفوا الحدث الجديد اللي هو توتال راش اللي جينا حتى للتيم 2 ديالو عاد بينا نديرو فيديو. قبل ما نبداو ما تنساش دير لايك سبسكرايب وما تنساش تفعل جرس التنبيهات، ولا بغيتي تحضر معنا لي ستريم اللي كنديرو في كيك غادي تلقى لتحت اللين في الديسكريبشن. مرحبا بكم كاملين، سو نخليكم مع سبونسور تاع هذا الفيديو هذا وليتس جو نبداو الحلقة ديالنا. بسم الله على بركه الله الدراري، ندخلوا للبلاي رايفلز يلا زيد راه ليا الجوائز. باي ذا الدراري جبنا الرانك 1 حاجه اللي مزيانه بزاف، غادي تعطينا فهمتي ريورد اللي في المستوى. عندنا بلس 84، عندنا 82 تيم اوف ذا ويك، عندنا ميجا باك، عندنا 15 لعاب بلس 75، 25 لعاب بلس 75، و 30000 كون. سو حاجه اللي غادي تعاوننا نسيت وعندي ديجا واحد بلس 83 اصلا، دونك عندنا جوج نتاع لي بلاير بيك نتمنى يخرج لنا فيهم شي واحد من ليفل. سو باش نبداو الدراري نبداو ب 83 ولا 84؟ عرفتي شنو؟ انصدموا ما نبداو نيشان ب 84 زيد. بالك ما خسرين والو يلا. اوو اراوخو ما شفتوش الدراري يلا بين نقول نايس الدراري هو كاود جابرييل نطلع على اراوخو نايس مت دبليو الدراري هذا راه ماشي دبليو نايس ليتس جو وكيتباع ليتس جو ونشوف شحال داير ولا 50000 فهمتي كنساوي ما عرفت هاد الايامات كنساوي شي 100000 وكثر 50000 الدراري وكيتباع راه مت مزيان. المهم الدراري فهمتي نلعبوا بهاد اليوم الدراري ما نبيعوش ندخلوا دابا البلس 83 كيما الدراري فهمتي الحلاوه فهمتي بدا ديال الحلقه زوينه. اوكي ماشي زوينه بزاف كوليبالي ماشي مشكل، ولكن اراوخو راه باقي دبليو الدراري نايس. حتى دابا الدراري غادي نحبسوا من لي بيك وندوزو لي باك ليتس جو. بدايه عندنا بلس 75 فهمتي في اطار الدراري نسخنوا به الطرح ماشي مشكله. بدايه الدراري تنحلوا هاد بلس 75 15 لعاب تيتباعوا ونقولوا يا ربي شي ووك اوت زعما والو تما شكون هذا. او اكانجي 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 نايس 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 اوكي 84 الدراري باما الصراحه كيتباعوا الدراري. اوه 19 واقع اليوم الدراري ما كاينينش وقفتات ولكن كاينين لعابه غاليين. وي تحيا ربي يكون باقي غالي ناري ما بقاش غالي. عباد الله كان غالي الدراري هذا بزاف. اكانجي شحال داير تا هو دابا ناري طاحوا كاملين الدراري. انت قلت خرجي فريم بونك اخيرا شي حاجه مزيانه الساعه والو الدراري. ثم علينا الدراري باقي متفائلين فهمتي بقاو الدراري متفائلين الحلقه كامله وندوزو لي باك اللي موراهم. عندنا بلس 75 هاد المره 25 لعاب ولكن ما كيتباعوش فهمتي انا ماشي مشكل. اهم حاجه هو نشوفو الووك اوت ماشي ووك اوت من هاد الاخت هادي. اوكي كير بلي خرجت ليا قبيله في بلاير بيك كاين مع الاسف ما معاه حتى شي واحد اللي ناضي. عطاونا معاه بالنصر ويت بالنصر غالي بلي ستاتس نتاع زو او لا بلي ستاتس نتاع ناضي الدراري ما عرفتش علاش رخيص. ثم علينا نصيفطو هاد الشيء هذا وندوزو بقى عندنا ميجا باك و تيم اوف ذا ويك. تو نبداو الدراري بالميجا باك ونقولو مرحبا. اوكي ماشي ووك اوت ستاتس الزر اليوم صافي عطاونا اروح وقال لك صافي غير اسي صاحبي من هذا ثاني هذاك كوفازيتش واخي تامن بتيم اوف ذا ويك اللي صراحه واقيلا هذا الويك هذا ما كاينش شي لعبه اللي ناضين بزاف. تو انتي اللي خرج لنا هو هذاك الدراري. اوكي ماشي ووك اوت دونك ندوزو نشوفو شكون باف ليديز. اوكي اوه ليتس جو الدراري رجعوا الباك نتاع 10 دراهم ليتس جو باش يخرج لنا فيه باك ب 10 دراهم زيد هادي تخيل الدراري كنت تفوق على داكشي كامل اللي فات بقا نتسنانا في هاد الباك 10 دراهم كنشوف شكون عطاونا فيه. اوكي لعاب من لاتزيو شكون؟ رومانيولي 83 با مال الدراري الصراحه 10 دراهم وهادو هما اللعابه اللي جاو معاه نايس. نشوفوا واحد البريفيو باك ما تعرفش خرج لنا شي حاجه زعمنا نشريو زيد. اوكي ماشي هو كات ما نشريوش وخرج فيه. اوكي روميرو ومعاه عبد الحميد صافي الدراري هذا الباك يتشرى عبد الحميد الدراري كيجري 32 او الدراري حطوا سميتو اس بي سي نتاع 87 ايكون او لا 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 شو طاربين في هاد الدراري الورد عندنا التشكيلات هذوك كنا راني في التيفيجن 1 الدراري فاشي بيس هيرو ولكن شوف باش نتفقوا من دابا والله وخرج ليا كنو الحبس فيفا مدى الحياه. سو الدراري هذه التشكيله الاولى اللي غادي نلوحوا اللي كانت بالمساعده نتاع الدراري تاع الشاط. يلا الدراري ليتس جو نصب ماشي الدراري اول تشكيله وهي بينا ندوزو للتشكيله اللي موراها ليتس جو. سو الدراري هذه التشكيله الثانيه دونك نقولوا لها سبميت وفد الله الله يستر. حنا في الدراري فهمت اوديغارد سانشيز لعاب اللي داروا معنا المزيان في هذا الفيفا هذا الدراري ولكن الشاط اللي قيدنا الدراري انتم بينكم وبينهم هما اللي قيدوني قلت لهم ما نلحش اوديغارد قول لي لوح اوديغارد قلبت عليكم البلاوات
وكملنا الاس بيس نتاع الماكس 87 بيس هيرو ابجريد. دابا الدراري غادي ندوزو نحلوهم. ليتس جو. يا ربي خرج لي عشي، انا بغيت يخرج لي كنو باش نحبس ستريم باش نضرب احسن نعسه في تاريخ البشريه. اول حاجه الدراري نحلو هاد الجولد باك، فهمتي؟ في اطار في اطار في اطار. الدراري خاصنا شي سميه اللي تكون فريمون سميه محمد، سميه تاع محمد، محمد بلانا الدراري اعظم سميه كاينه الدراري في التاريخ. يا رب يا رب. والله لا مش قلب شي واحد. عباد الله اش بيني وبين هاد الزمر هذا كل ساعة خارج ليا في حياتي عباد الله. سو الدراري بما انه وعدتكم في الحلقة اللي فاتت قلت لكم في الحلقة الجاية غادي نلعبوا الفوت تشامبيون، سو كيف ما كتشوفوا مازال ما تأهلت ما والو، دونك غادي نشوف هاد الدراري مجموعين واش غنقدروا نتأهلوا ولا لا. خاصة ربحوا الدراري ثلاثة الماتشات من أصل خمسة، حاجة اللي فهمتي ايزي بالنسبه لنا. يلا يا ربي لا يحشمنا. اول حاجه الدراري غادي ندخلوا المدافع الاسطوري اللي عطاونا اللي غادي يعاوننا بزاف في الفيديو هذا، الا وهو رونالد اراوخو. ليتس جو. فين نحطو؟ اوكي نحطو بلاصه باستوني. لا يطيح كيمستري شويه مي مش مشكل، فهمتي؟ هاني هاني. كما كتشوفوا الدراري هذه التشكيله اللي غادي نلعبوا بها هذا الماتش، وهي بنا على بركه الله نبداو الماتش ديالنا. ليتس جو. اوكي التشكيله الخاص من اول الدراري تشكيله ما بهاش الصراحه، اقصد انا تشكيلتنا احسن منها دونك فهمت. لا ما ربحناش الدراري راه مشكله الصراحه. زيد بسم الله على بركه الله وتبدا المباراه. ليتس جو. نايس باس زوين. سير اخويا ديبالا. نايس بيت على الدخله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اوكي اراوخو في اول اختبار اوكي ما نجحش فيه. زيد نايس معلم كوناتي. باي ذا واي الدراري ما قلت لكمش اننا رجعنا غوميز ال بي. هذا الصراحه بالدي الدراري شويه دفاعيا وكل العصا. تو الدراري جربت اراوخو دابا كنلعبوا به في ال بي، نشوفوا كيفاش يلعب. اوكي زيد طوره مشى. نايس واش هاد الشيطه تضيع يا رافينيا. نايس ليتس جو جيبالا. نايس علم طورام. عاود 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 مازال 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 علم. ليتس جو. وجيبالا يضيفوا الثاني. كنا ما خرجش الهرب هاد الدراري. اه واقيلا حيت الفوت تشامبيون فهمت. هاد الصحاب الفوت تشامبيون هاد الدراري ما تتقرعوش. كان الدراري خونا بدا تيجي شويه الامل خصنا نحيدو له. اوكي رجع 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 كوناتي ديال كذا ناري يقسمها بيلانتي. اخونا جا الامل. ها الامل اللي ما بغيناش نعطيو. او اللي نقول فين واقف بعدا. ناري زيد زيد لا صافي بيت تحت الجهه الاخرى. زيد ماشي مشكله الدراري مازال الحل مازال الحل مازال الحل. اوكي زيد جيبالا زيد راسك يا رافينيا. ليتس جو. ومضروب من الفوق. قلت لكم الدراري خونا جا الامل اما كون ما ماركاش ذاك البيلانتي خونا خرج دابا. اوه على بيت وعلى بيوتا كي دايرين الدراري. دقيقه 90 عنده طلعه هادشي اللي ما كنحملش. شوف شوف عرفتي الدراري الا تعاونت معاه اللعبه وماركه. ليتس جو الدراري سالا الماتش اخيرا ما طراش الكليتش. هذا الصراحه الدراري فاش تكون الدقيقه الاخرى او لا تيكون تعادل ولا ربح غير بفرق واحد فالجيمه الدراري كتعطيه الوين فهمتي با جليتش. الحمد لله ملي ما طراتش الدراري في هذا الماتش دونك اول ربعه النقاط الدراري وندوزو الماتش اللي مورا. يلا الدراري باقي لنا جوج ماتشات فهمتي بحال سهلة الدراري عندنا ربعه الماتشات خصنا نربحو منهم جوج. ونكتشفوا الفريق التالي. اوكي اليسون مسلفو. اوكي 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 هذا عند الدراري فريقه واعر هذا كيزا واعر لواحد الدرجه ما يمكنش. ونقولوا على بركه الله نبداو الدراري الماتش ديالنا. ما عرفتش الدراري واش كيزا رخاص ولا باقي غالي. هذا الشيء اللي رخاص الدراري نقدروا نجيبوه للفرقه علاش لا. اوكي 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 اراوخو اراوخو دخلت راه ما تيعجبونيش ديالك. اوكي البرك مارك عندنا البيت الاول الدراري. اراوخو ما فهمتش اش كيدير في ذاك اللوش اش كيدوز. اوكي كيزا الدراري واعر كيزا واعر كيزا واعر الدراري بزاف. اويلي اويلي ما يمكنش ما يمكنش امبوسيبل. ندوزو للماتش اللي مورا. الدراري كيف ما قلت لكم في الماتش اللي فات شفنا كيزا عند هاد خونا هذا واعر لواحد الدرجه ما يمكنش. دونك غادي نشوفو شحال داير في السوق الدراري فهمتي. سؤال بسيط الدراري بريء في حالة لقينا غالية فهمتي. عندنا جوج حلول يا اما نبيعو اراوخو ونجيبو كيزا هدف حتى الدراري فهمتي
استثمار لي مزيان حيتاش اروخو زرق صراحه. دونك شنو بان لكم الدراري؟ اقل الدراري نديرها صافي اللي لا تنزرق الدراري ما تحيد حتى كره بالك حيد علي. اوك الدراري عطوني في زوبجيكتيف هاد مانشستر سيتي لون بلايرز باك بالاضافه ليفربول لون بلايرز باك. دونك الدراري غادي نحلهم بجوج. ما تعرف يعطوني لنا شي هالاند؟ كي هالاند ما كاينش. عطوني دي بروين ايدرسون فودن بولكر نايس. الدراري هادو نحتاجوهم مزيان. هذا الدراري دبليو عرفتي علاش؟ حيتاش غادي يعاونونا في الماتشات اللي بقاو لينا باش نتاهلوا. دونك نحلوا هاد ليفربول. الله يعطونا كيزا. اوكي ما عطاوناش كيزا. زيد نصيفطوهم. هو كان عطاونا كيزا وهالاند كانت تكون مخيره ولكن ما كتبش. راه خو الدراري مع الاسف طول شويه باش يتباع. دونك غادي نقضيو بداكشي اللي عندنا وندوزو الماتش الاخر فهمتي بين ما يتباع الدراري. خافا نشقو نصدقو عاوتاني اذا نتسناو فيه. ولكن هاد المره ندخلو بالتشكيله مبدله شويه. غادي نعتمدو على اليسون في حراسه المرمى اللي مسلفينو طبعا. وبين ما يجي كيزا غادي نلعبو الدراري فودن. تبان لي لي ستاتس نتاعو واعرين بزاف. كما كتشوفو الدراري عنده تريبلينغ واعر بجد زائد شوت والباس وجرا جرا فهمتي بجرا بينو بين. ولكن الصراحه في الباقي تعتبر واعر بزاف. وانا الدراري حتى نولكر حيتاش مايمكنش ندخلوه من البديه. دونك غادي ندخلوه في وسط الماتش فيكم. وبسم الله على بركه الله نبداو الماتش ديالنا. ليتس جو الدراري. دخونا نجربوا فيه واحد الحركه خصنا نقطعوا ليه كره. نسيت ما نشوف التشكيله نتاع واكين تفرج نجرب فيها الدراري واحد الحركه ديال الفقراء فهمتي. عشان شنو الدراري لعبان باش تصدق عشان يلعبوا نيشان. اوكي الهدف الاول. السلام عليكم. زيد مزيان الثاني فتحت حد التسجيل فهمتي. زيد ليتس جو. باقي لنا الدراري حان الوقت باش ندخل واحد الاسطوره اخر. خرج اخويا مايكون الله يعرضك السلامه. وارى عليا وولكر الدراري. وولكر هو البلان. تبان لي ندخل طاسون فهمتي بلاصه طوران. تبارك عليك اخويا طوران بارك. زيد دابا نشوف الدراري الماتش كيفاش يولي. او ليتس جو. كاع داكشي اللي مسلفينه ندخلوا لهم الدراري الاوراق نتاعنا كاملين. على ماتش شحال مسدود. تحمس لعب ماتش الدراري ديالي بحال هكا. زيد هو يحلوا دابا. زيد الماتش يتحل. الماتش تحل. هادشي اللي بيتي. اما الماتشات دابا وليتي عجبوك هكا. شتي كريج هاد لك شعلة لعب شعلة لعب شعلة لعب. اي مكانش اصاحبي الهرباص بزاف الدراري. شتا كرة مبات دوز. شوف اصاحبي خونا كتي دوز بزاف هاد اللعبات الدراري. ما يمكنش والله ما يمكن. اوكي الدراري تغيير في الخطه بسيط. نتمنى الدراري هاد المره نلعبوا بها مزيان. وباي ذا واي مازال ما تبعش الدراري اراخو سو غادي يكملوا الدراري بنفس الخط. نبدلوا التونيات الدراري لعل وعسى فهمتي. خصنا نبداو نشكوا في كل شيء. وبسم الله على بركه الله بدايه المباراه. يلا يا ربي اعطينا الوين الدراري. شوف من حالنا بدو الدراري. الا خسرنا هاد الماتش مارك على النبيت. الا خسرنا هاد الماتش الدراري ما نتقالوش. قعدنا جوج محاولات الدراري خصنا نربحوهم بجوج. هذا هو المشكل. بيلانتي على والو اصاحبي على والو. كتكفر على كره بيلانتي هاك تقيس تقول ليه السلام خويا بيلانتي خويا بزاف اصاحبي. يا ربي انطاك يا ربي يا ربي راه انت حلول الارض. وطلعت لها وما جبدهاش جبتني ندير لها خلاص من هنا. ليتس جو طورام معلم. نايس نايس واحد لجوج الدراري. يلا هاك الطورام بزاف الدراري. ما عرفتش طورام ديالي ما تلعبش بحال هاك. الدراري خونا خرج. شي سيدي ربي فاش يبيع يعطيك فرصة أخرى. السلام عليكم. اوكي نخرج الدراري. واقيلا هاد خونا زربان فهمتي. دار إكس الدراري دغيا فهمتي. واقيلا بيع عطينا الوين. زيد تعامل تعامل عطينا الوين كون راجل. الدراري ما يلعب معانا هاد خونا. دابا عنده كاب ديفيا والعالم وطا. خويا راه أنا. وا ميمكنش. زرب عليا الدراري. الدراري عنده العويران. الدراري شتي عطاو العويران شتي عطاو كنو. هادي كيفاش دخلات؟ كيفاش دخلات هاد الكورة الدراري؟ مايمكنش كي دخلنا وولكر لعل وعسى ينقد ما كاينه شي حاجة بتنقد. عارف شو خونا كتي دوز راه مايمكنش اصاحبي هادشي هذا خويا خرج عليه من كاع لا نتقالو خويا اللي بيتقال يمشي تشامبيونز ليغ. انا مالي الدراري ندخلو نكيتشو واحد الماتش ودبرو راسهم. انا مالي ما عرفتكش لوين. الله علاش ميتها بالله علاش ميتها والو استخا بحالك. عطيتوني انا شي وين باش نعطيكم انا لوين سيرو تلعبو. عطينا خا حنا الريورد فهمتي. انا الدراري ممكن تا سمول برايم جولد بيرز. بالله حتى دا عاد تباع ابقى حتى دابا عاد تباع هيجي. الله الدراري لا سخرية القدر وحق الله. حل حل لو كان حل. زيد ووك اوت قول اش قاع تضحك لي الدنيا وكتزيان تعطيك قول سنتي رانا بكوبي ولا شكون هذا كاع اللي تشيزني سومر يسير في حالك. المهم الدراري هادي تشكيلتنا عندنا 100000
الى بانوا لكم اي اقتراحات الدراري ممكن نديرها باش نصاوبوا هاد المعضله اللي حنا فيها قولوا لي لتحت في لي كومونتير حيتاش انا عييت الدراري راه ما يمكنش تلعب معاه دوره بزاف حتى الدراري كنوعدكم غادي ناخذ الطائر نتاعي في الفيديو الجاي ما تنساوش لايك سبسكرايب ما تنساوش تفعلوا جرس التنبيهات تهلاو فراسكم وبيس.